لا وانا اليوم اللي شفته بصراحه واللي مرتاح له فعلا انه ايمن اليوم وضعه، يعني صح تحسه وضعه صح الطبيعي صح صح؟ صح صح يعني اول مره اشوف ايمن كل كره بين المدافعين يسبق يسبق المدافعين، يعني يحصل عليه هو. ذيك المباريات ما كنا، فالحمد لله نقول احنا اليوم. بس انا برايي انه كان اكو شغله بسيطه، يعني شغله امجد انه انت تلعبه خلف خلف ايمن، انا اشوفها صعبه. انا اشوف لو بهذا المكان ممكن يلعب لاعب مهاري وعنده حس تهديفي اكثر، حتى يقدر يربط. اذا مثلا ايمن يطلع للجانب ممكن عندنا لاعب ثاني يصير مهاجم حتى يقدر يتصرف. منو اللي بيه هذه المواصفات بقائمه منتخبنا بالخليج؟ احنا اليوم هو المدرب طبعا خطا، اليوم خطا بالبدايه، خلينا نكون واقعيين. جاب شيركو لعبه على اليمين ودخل بايش بالوسط، رجع على المباراه اللي قبلها. هذا بايش مو لعبته بالوسط، مو لاعب وسط، يعني ارتكاز. هذا الارتكاز مو اي لاعب يلعبه. ابو الجانب صعب الدخل للوسط، المفروض اخليه استفاد من عده، استفاد لانه لاعب سريع، لاعب مراوغ. اللاعب المراوغ والسريع وين يلعب؟ دائما تشوفه على الجوانب يسوي لك حلول. هنا انت من دخلت بايش ورا دقائق طلع ما اعرف من طلع حسين علي لاعب مناف، لاعب مناف بالوسط ورجع. يعني ما اعرف شنو التدوير هذا، يعني هاي كارثه. بس ولو المنافس قاعد يسمعنا،